المصادر يعني هي الحقيقة والكلام عن الكشف الحقيقة هي مطالبة بقبول الضحايا، الضحايا شكاياتهم وشهاداتهم، ثم التثبت فيها والتثبت في الانتهاكات وإحصاء تلك الانتهاكات والبرد في أضرار الحاصلة من تلك الانتهاكات وجبر الضرر للضحايا وحفظ الذاكرة وإصلاح المؤسسات. هل هذا موجود في المسح؟ غير موجود في المسح، لا يمكن أن يفضي المسح إلى هذا العمل. إذن خدمة الهيئة أو شيء، هذه تهيئة لتحليل الملفات وللبحث في والتحقيق في الملفات، عملية هي عملية إعدادية لنجاح عمل كشف الحقيقة، ولذلك اعتمدت على مصادر من الخارج لك مش المصادر التي دخلت إليها، لأننا نعتبر مصادر داخلية كل شكاية دخلت إلى مكتب الضحايا.